مدارس مودرن فيوتشر تتمنى لكم المزيد من النجاح والتفوق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الأستاذة داليا محمد، مدرسة لغة عربية بمدرسة مودرن فيوتشر. طلبة وطالبات مدرسة مودرن فيوتشر، النهاردة إن شاء الله هنتكلم مع بعض على علامات إعراب الفاعل. وطبعا علشان أتكلم عن علامات إعراب الفاعل أو عن الفاعل بالتحديد، فلازم طبعا هتكلم عن الجملة الإيه؟ برافو عليكم، الجملة الفعلية. طيب نحب الأول نعرف يعني إيه الفاعل. قال الفاعل هو اسم مرفوع بيبين من قام بالفعل، مين اللي عمل الفعل ده. طيب نبص كده على الأمثلة مع بعض. قال لي علامات إعراب الفاعل هي ثلاث علامات، الضمة والألف والواو. طب متى يرفع الفاعل بالضمة؟ قال لي يرفع الفاعل بالضمة إذا كان مفرد أو جمع مؤنث سالم أو جمع تكسير. نشوف الأمثلة مع بعض. ينجح المجتهد، ينجح ده فعل مضارع مرفوع بالضمة، المجتهد هنا هي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه إيه؟ مفرد. تمام. تنجح المجتهدات، تنجح هو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، المجتهدات هي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة أيضا لأنه إيه؟ جمع مؤنث سالم. طيب تفتح المدارس أبوابها صباحا، تفتح فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، المدارس هنا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه جمع إيه؟ تكسير. يبقى إذن الضمة في حالة المفرد جمع المؤنث السالم وجمع التكسير. طب نبص مع بعض كده على العلامة التانية معانا اللي هي الألف، متى يرفع الفاعل بالألف؟ اللي يرفع الفاعل بالألف إذا كان مثنى، ينجح المجتهدان، ينجح هو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، المجتهدان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه إيه؟ لأنه مثنى. تمام. نبص على العلامة الأخيرة اللي هي الواو، متى يرفع الفاعل بالواو؟ اللي يرفع الفاعل بالواو إذا كان جمع مذكر سالم، يركب المسافرون القطار، يركب فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، المسافرون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم، والقطار طبعا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وبكده نبقى عرفنا مع بعض علامات إعراب الفاعل، ألا وهي الضمة وعرفنا إمتى بيرفع بالضمة، الألف وعرفنا متى يرفع بالألف، وكذلك الواو وعرفنا متى يرفع بالواو. بتمنى في نهاية الفيديو إن أنا أكون قد أفدتكم، على وعد مني بلقاء آخر إن شاء الله. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدارس مودرن فيوتشر تتمنى لكم مزيدا من النجاح والتفوق.